لا عادي نهائي الحق قمة ثلاثة ولا وقتين نمشي نترينا نروح نسوق فتري باش تقول لي كزت له وكل حكيت هذوكم في الليسيت فما ما حاجات ما خير قبل الخير من المسلسلات تو برشا زاد اليوتيوب مثلا في تونس امبوسيبل تعيش بيه ولا رغم البرة معناه يكون ويعيش وكل عسلامة رمضانك مبروك وصحة شريفة عايش كاتك صح لو كان تحكي لنا على اجواء رمضان والله اجواء رمضان تبدت على قبل صغري وكل معناه مع الوقت تبدل ما عرفتش اسكم في الدنيا تبدل هكاك ولينا خاطر خليتها حاجه وليت حاجه حتى كل شيء حتى ريحه رمضان حتى التطيب في الدار الجو في الدار في الشارع في كل شيء تبدلت فما لوك احكي لنا على كيفاش تعدي نهارك انت لا عادي نهار الحق قمة ثلاثه ولا وقتين نمشي نترينا نروح نسوق فتري نتفرج مسلسل كان فما نخرج ونعاو شنو رايك في المسلسلات التونسيه سناء والله فما فلوجه سافا تفرجت فيه معناها فيه شويه حاجات توينسة معناها كي تشوف اما في معناها في فيرسيون تاعي انا معناها كليسي وكل في شويه لوجيك اما مش برشا معناها باش تقول لي كزت له وكل حكيت هذوكم في الليسيت فما اما مش حاجه واو معناها مش لك الدرجه اما فما تترقى معناها تقول لي تواليتات دخان ندري شنو بروفيتا كيكا بروفيتي كركروهم في الكلاس هكيك فما منه شيء ذاك اما مش حاجه واو معناها مش هما وراوها بطريقه كيف مسلسل معناها عادي على حاجات رفيهم معناها كسيريات كمسلسلات كافلام ما مش عامل في حاجه واو مثلا المسلسلات راهم كيف في رمضان النجم يعملوها طول العام تجي حاجه محليها مسلسلات في الصيف في الايامات العاديه كيما في السيريات كيما في كل شيء اما هما نعرفش تحسهم في رمضان يعملوك مسلسل 20 حلقه 30 حلقه ماكس ولا حتى اقل من بعد يبداو يعاودوش كيما شوف لي حل نعرفش حاجتك هيك وباش يجي تشوف لي فما حاجات ما خير قبل الخير من المسلسلات تاو برشا زاد الميديا مظلومه شويه في تونس شويه برشا خاطر ما همش يستعملوا في الميديا كرسورس تاع فلوس تاع سبونسور مثلا فما برشا ستريمرز نتفرج فيهم في تونس ما بريبريسك معناها محقورين ما همش يرقاو في سبونسوريزي معناها يدخلوا فيوز يدخلوا فلوس اما من البر يدخلوا ما يدخلوش من تونس معناها ما يجيوش مثلا جديده ولا ما عرفش شنو تجي تقول له او عندي عمل لي سبونسور نعملك سبونسور وكل ما يجي ما يجيهمش يمشيوا الاغلبيه للانستغراميز نسي ندري شنو نتاع ماسكارا ما عرفش شنو فاستك لي برودوي كوزميتيك يعطيك الصحه هذوكم ما فماش اما نتاع باش يمشيوا معاهم وباش يشوفوا كل شيء باش يمشيوا الحاجه باهيه ولا باش يشوفوا الراجل هذاك اش يعرف يعمل بالضبط تحسه ناقصه ايه شنو هو اللي ناقص اللي انت تراه يكمل الميديا التونسيه والتلفزه التونسيه ينقص من الحقره للعبيد اللي ما همش وا هما يشوفوا معناها امراه عندها 100 كاف في الانستا ولا موضوع يمشي ولا تو يثبتوا معاه ويقعدوا يعملوا كل ترقاهم 15 20 واحد كهو معناها ذوك هما نتاع سبونسور نتاع كل شيء اما ما ترقاش عبيد اخرين قليل انت كجون اليوم شنو الحاجات اللي تحلم بهم يكونوا موجودين في الميديا التونسيه في الميديا التونسيه هو فما برشا حاجات باهين اما ناقصه في الميديا كان جيت عندك القدره باش تحط لمسه من لمساتك في الميديا التونسيه شنو تحط نحط بزيد وقت فيه بزيد معناها ايفور خاطر ناقصين تحسوا ما مش مخدومين حاجه واو. فما حاجات باهين اما مش لك الدرجه فما كالفازك اللي عملوها مثلا تاع الغناء وكل غناء معروف يحطوه لك كل كيما تو في الميديا نتاعنا وكل اما كحاجه واو لي ومثلا في تونس اليوتيوب الحكايه هذوك من الكل بريسك ما تنجمش تدخل منهم فلوس تنجمش تعمل لهم رسمي ما بوسيبل اخت تعمل بارتنير مع شريكه ولا مع بلاتفورم ولا ما نعرفش اما بخلاف هذاك ما بوسيبل اليوتيوب مثلا في تونس امبوسيبل تعيش بيه ولا رغم البرة معناه يكون ويعيش وكل في تونس لي فماش والبرة يمكن كان يدخلوا لنا مثلا حاجه جات تاع فلوس حاجه كيكة وقتها تجيبيه معناه يعاونوا العباد حتى من الدوله معناها عرش مقصره تحس الحكايه هذوما